معلومات عن طلاق الممثلة التركية ديميس أوزدمير. تطلقت الممثلة التلفزيونية التركية ديميس أوزدمير رسميا من المغني أوزهان كوتش، وذلك بعد أن تزوجا في شهر أغسطس الماضي، وقد أعلنا انفصالهما منذ فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى ما يبدو فإن عملية الطلاق ستأخذ مجراها بشكل أوسع، هذا وقد حضر الثنائي إلى محكمة أدالار في تركيا، حيث وصلت ديميت وحدها في وقت مبكر، بينما ظهر زوجها أوزهان كوتش برفقة الفريق القانوني، علما أنهما لن ينجحا في هذا الزواج الذي دام سوى 8 أشهر فقط، وأن ما قاموا به سيظل تحت مظلة الاحترام والتفاهم المتبادل. بدأ الخلاف بينهما في شهر فبراير في عيد ميلاد ديميت، عندما وقع شجار بينهما، حيث غادرت ديميت منزلها آنذاك، فقرر الطلاق بسرعة واتجه إلى المحكمة وبدون مشاكل، احتراما للعائلتين. وللإشارة فإن الثنائي قد أكد للمحاميين بأنهم سينفصلان بالاتفاق، وبذلك لم يقدم الاثنان أي طلبات متبادلة أو يظهر أن لديهم اختلافات في الرأي أمام المحكمة. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bu akşam da yapacağız.